سعاده في محل الحاج جوهر. هنعرف مع بقى البورسلين طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنعرف معاه الاسعار. تمام، هو هيقول لنا بقى الاسعار الموجوده. ايوه يا عم محمد، في حضرتك طبعا 21 سم زي ده كده ب 55 جنيه. ايوه الاحجام بقى زي ما انتم شايفين كده متفاوته، الطبق ب 55 جنيه، الظرف 23 سم الوان وابيض اهو زي ما انتم شايفين كده، الابيض ساده في حاجه زي كده ب 30 جنيه. ايوه تمام، ده طاجن مغربي زي ما انتم شايفين اهو، شايفين ما شاء الله جميل جدا. بكام ده يا عم محمد؟ 200 جنيه. ده عم في 3 سم ب 200 جنيه، طاجن مغربي بيتباع بره ب 300 جنيه. ما شاء الله الاسعار هنا بصراحه جميله جدا على فكره. عنده ده بكام يا عم محمد؟ طاجن مغربي، طاجن مغربي 3 سم ب 175 جنيه. 175 حلو جدا. كل الحاجات دي يا جماعه حراري بتدخل الفرن. وفي ده والطاجن الصغير ده اهو 65 جنيه ما شاء الله. اه ما شاء الله جميل جدا. في بقى بالنسبه للدولاب اهي، في حاجه زي كده بولا 12 سم ايطالي 30 جنيه. حلو قوي. ماشي، في بولا عدله زي دي كده 13 سم. ايوه 35 جنيه. تمام جميله جدا. في اللي هو البيولا والشرب وبيردين ده ايوه 45 جنيه. في البولا الفرنسا الكبيره اهي جميل 45 جنيه في ساده ما شاء الله، ابيض ساده، وفي جميع الوانها بقى بنفس السعر برضه. جميل جدا. والصغيره دي ايه بقى؟ دي السكنات الصغيره بتاعت الكاتشب والمايونيز وكده. ايوه حلو قوي. 180 جنيه، 15 جنيه الحته، ب 15 جنيه يا جماعه برضه. حاجات جميله والاسعار حلوه جدا هنا بصراحه. في حاجه كبيره زي كده اتنين خانه زي ده كده. أيوة. 30 جنيه. 30 جنيه حلو قوي. اتنين خانه برضه 45 جنيه برضه. تمام ماشي ماشي. بالنسبه بقى لتشكيل الاطباق، في الفازه اللي هي الفازه برده واحده بتاعت المطاعم والفنادق كلها هي ما شاء الله جميله قوي. 35 جنيه بس ما شاء الله حلوه جدا بصراحه. اه ماشي. طبعا طفايه صدر زي كده اهي، طفايه 13 سم بتتباع بره ب 55 جنيه. دي طفايه 35 جنيه جملتها بس. بتتباع ب 55 بره ب 35 جملتها يا جماعه. 35 جنيه 35 جنيه جمله. الكتنه بتاعت فيها 36 هيك ما شاء الله. ماشي ماشي تمام. بتبدا من 16 سم ايوه ب 27 جنيه ونص جمله. حلو قوي. ده كله بورسلين يا جماعه زي ما بقول لكم كده، بورسلين 17 سم ب 35 جنيه، ال 21 سم ب 40 جنيه، ايوه ال 24 سم ب 55 جنيه، ال 27 سم مدور ما شاء الله ومربع ب 65 جنيه. جميل. وفي طبعا غرف عندنا زي ده كده ب 30 جنيه اهو، وجميع الوان الاطباق ده يا جماعه اهو ب 30 جنيه، ده ب 55 جنيه. تمام. والاطباق اللي قلنا زي ما قلنا كده دي ب 55 جنيه. تمام كده. في بقى تشكيله البوله البروريز ديت، في منها النجويه ديت ب 40 جنيه، بوله نجويه ده ب 55 جنيه برضو، في منها حاجه ثانيه ب 35 جنيه من نفس الموديل ده كده. ايوه تمام جميله جدا. ده الوان وده الوان وده الوان، والالوان تحفه ما شاء الله. في بقى اطباق الصراحيز الصغيره المخللات في جميع الوانه ب 75 جنيه، بجملته 60 جنيه ما شاء الله جميل جدا. 60 جنيه كل الوانه موجوده ما شاء الله. البوله 17 في 17 كل الوانه اهي ب 65 جنيه، بدل 95 جنيه بتتباع برضه ما شاء الله. جميل ما شاء الله. فندق 95 والالوان جميله جدا تحفه بصراحه. كل الالوان بقى موجوده ما شاء الله. ماشي الله ينور. جميل كل سنه وانتم طيبين. ندخل بقى جوه. طيب العلبه فيها ست حتت، المفروض الست حتت ب 60 جنيه. ايوه لعملائنا الناس اللي هيشتغلوا معانا. تمام. واللي يجي لك من قناه ساميه زين بقى تعمل معاه الواجب برضه. الله يخليك تسلم يا رب. العلبه فيها ست مفارش ايوه، المفروض ب 60 جنيه، ب 35 جنيه بس ما شاء الله. القناه طب حمد كويس جدا والله ما شاء الله حلو قوي. توابل ترج ازاز تركي زي ده كده ب 75 جنيه. تمام. لعملاء القناة بس 45 جنيه. تسلم يا رب. الطعم ثلاث حتت. تسلم. ما شاء الله. جميل ما شاء الله، جميلة جدا جدا. طقم توابل يا جماعة ده. والأسعار حلوة جدا زي ما قال لكم أهو، وفي خصومات حلوة. ما شاء الله. جميلة ما شاء الله. نيجي بقى هنا المطبخ. على الطواجن. تمام. دي الطواجن بقى. العالمية ده أكبر مقاس في الطواجن. جميل جدا جدا. طاجن بورسلين حراري فرن ميكرويف وعلى عين بوتاجاز من فوق. ايوه. ده بيتباع بره ب 295 جنيه جمله النهارده. جمله. ايوه. ماشي السعر الجديد بتاعه. طيب. ليه عملاء القناه ب 250 جنيه بس. ما شاء الله. وفي المربع بتاعه. يلا يا جماعه اللي عايز حاجه طواجن بقى رمضان كل سنه وانتم طيبين. اه. المربع في المستطيل بتاعه. ما شاء الله جميل. ايه الجمال ده؟ طقم حتتين اثنين.
والمدور اللي فوق ده يا عم محمد. المفاجاه بقى طعم على مهلك بس. خدنا على 100 حطينا مع بعض حته صغيره حته كبيره. ايوه معايا؟ ايوه معايا ماشي. ب 575 جنيه العملاء القناه ب 450 جنيه بس. ايوه العملاء القناه ما شاء الله ما شاء الله. الاسعار بصراحه جميله جدا والله. ما شاء الله. انت اللي عسل. ايوه يا عم. ماشي ماشي معاك. طبق المقاسم اللي هو السبع قناه ده. ايوه جميل ده. 190 جنيه. العملاء القناه ب 165 جنيه بس. جميل جدا ما شاء الله. طبق كبير والله حلو قوي. في الطاجن المربع الصغير ده. ايوه. ده يتباع ب 175 جنيه. العملاء القناه ب 150 جنيه بس. تسلم يا عم. الوسط بتاعه. الوسط بتاعه ب 200 جنيه اهو. ايوه شايفاه باين اهو. على مهلك طيب. الله بمعنى اصح 25 25. ايوه ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. حلو صراحه. من الميكروويف وعلى عين البوتاجاز من فوق. ما شاء الله. طاجن مربع وسط. جميل. ده عملاء القناه ب 165 جنيه بس. تسلم تسلم يا رب الله يبارك لك. ماشي ماشي تمام. برضو انا بصراحه جايبه لكم يعني المحل بصراحه واسعاره جميله جدا يا جماعه والله ما شاء الله يعني وكل حاجه روعه روعه زي ما انتم شايفين كده. المفاجاه بقى صنعت البيت زي المفاجاه. 125 جنيه 135 جنيه. ايوه تمام. ده القناه ب 105 بس. ما شاء الله تسلم يا رب. تسلم تسلم. ماشي. في طاجن الطربوش ده ب 155 جنيه. ما شاء الله. 125 جنيه بس. تسلم. شكرا متشكرين جدا يا جماعه. اللي يجي من قناه ساميه زين هنا عند عم محل حاج جوهر هياخد اسعار جميله جدا. دي حاجه بقى ما شاء الله يعني صوان البيتزا اللي هي اللي ايه الحته العاليه. موجود منه خمس مقاسات. ايوه خمس مقاسات تمام. 14 دي صواني بيتزا 16 بورسلين 14 سم و16 سم و19 سم و25 سم و28 سم. ما شاء الله عاملين كام دول بقى؟ خمس مقاسات. كل مقاس لوحده. ايوه تبدا من 35 45 55 75 جميل. كل مقاس بسعر. تمام ما شاء الله. ماشي ماشي تمام. في بقى بولة البيض السلطة اللي هي الألماني ألماني دي بافاري ألماني. أيوه بولة سلطة بافاري ألماني المفروض بتتباع ب 250 جنيه. 250 جنيه. أيوه. العملاء القناة ب 175 جنيه. تسلم يا رب تسلم. ماشي ماشي 175 يا جماعة البولة بتاعت السلطة. أول مرة تنورونا. تسلم يا رب شكرا شاكرين. جميلة برضو اللي هي الطاجن المغربي دي برضو جميلة جدا. عندنا أصدقاء على فكرة من المغرب. الحجم الصغير وصورته الحجمين التانيين. أيوه ايوه انا صورت. ماشي ماشي تمام. وهنا المجات بقى كلها اسعارها واحده. برص التراب ده بيتباع بره ب 55 جنيه كل تشكيلته. ايوه ده عملاء القناه ب 40 جنيه. ايه لك اهو المج ب 40 جنيه يا جماعه. 40 جنيه ما شاء الله. اهو نازل كله ثلاثة فرق زي كده. ايوه ب 120 جنيه الطقم ثلاث حتت لو ما لقاش 100 جنيه بس. جميل جدا والله ما شاء الله. تسلم يا رب. ماشي. والمج الفردان لوحده بتاعه ب 35 جنيه. حلو قوي ما شاء الله. ده موجود منه ثلاث الوان بني واسود وجنزير. جميل جدا هو الطقم بتاعه. حلو قوي ماشي تمام. هو يعني بنتكلم بقى والسلطات وعنده بقى تشكيلة الأوارب بتاعة المخللات والسلطات. بتبدأ من كام كده الأسعار اللي معاك دي؟ هو أصلاً هو الأحجام اللي معاك. بعضه 75 جنيه. عملاء القناة ب 60 جنيه بس. تمام. ماشي؟ ماشي تمام. جميل. ده بكل ألوان وده بكل ألوان. المحل هنا كله بورسلين يا جماعة كله. وفي بلاستيكات جوه هنشوفها برضه دلوقتي. تسلم. ماشي؟ ماشي. عندنا بقى طبق البيض أهو جوه المفاجأة بقى بتاعت الطقم النهارده كتير بيتباع ب 175 جنيه. طقم 2 قطعة بيتباع ب 175 جنيه. جميل قوي ما شاء الله. طبق بيض مربع. ايوه. طبق بيض مربع. طبق بيض يا جماعة مربع. جميل قوي. حط على النار تقلي فيه بيض وتحمري فيه كل حاجة. على النار مباشرة يا جماعة.
غير ان هو برده بيدخل الميكروويف يا جماعه برده. قطعتين ب 175 جنيه. تمام. ايوه. وملاها القناه ب 140 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم يا رب. المفاجاه اهي. المفاجاه يا جماعه، المفاجاه الكبرى، الطواجن الجميله دي المدوره ما شاء الله. الطاجن ده. الله الله. 165 جنيه. ايوه. وملاها القناه ب 125 جنيه. ما شاء الله، جميل، روعه. شوف الاشكال يا جماعه والالوان بتاعت الطواجن، شايفين فوق اهم، ما شاء الله جميله جدا، تحفه تحفه تحفه. الله ينور. دي بقى طعم المجد 6 في 1 ده. علبه المجد ديت. ايوه. فيها 6 مجات. ايوه ما شاء الله جميل. ده بيتباع ب 280 جنيه. ايوه. عندنا احنا ب 240 جنيه. ما شاء الله جميله جدا. ما شاء الله. تسلم يا رب. علبه كده ب 280 جنيه، لا 240 جنيه بس. تسلم. طعم عشاء عاملينه. دي اطقم العشاء يا جماعه اهي، شايفين الالوان والاشكال بتاعتها. بتبدا من فوق. شيب 24 قطعه، 6 غوص، 6 مصفاه، 6 جاتوه، 6 شوربه. النهارده المفروض عامل 1850 جنيه. ايوه. لما لقى القناه 1350 جنيه. ما شاء الله روعه صراحه يعني. ده ابيض، الابيض ده في منه تاني الوان ولا ايه؟ لا ده ابيض. ده اللون ابيض اللي فوق. ده حاجه تانيه، ودي لون 2 3 4 ده حاجه تانيه. 650 جنيه. 2000 كام؟ 2650 جنيه بتباع في كل حته. اه. يبقى ملاها القناه ب 2000 جنيه. ما شاء الله، كام قطعه ده يا عم؟ 30 قطعه، 6 غوص، 6 مستوى، 6 جاتوه، 6 شوربه، 6 مجات. جميل جميل بصراحه. شيك جدا. ايوه. ودي بولت الشوربه، ودي الجاتوه، ودي الغويط، ودي المسلوق. ما شاء الله. نفس الكلام في اللبن، نفس الكلام في البطاطا، نفس الكلام في اللحم. يعني دول ثلاث الوان، في منهم اللي هو الاخضر واللبني والبرتقاني. ايوه تمام. ماشي. تمام. المفاجاه كلها. طقم 24 قطعه. الاسمر اللي فوق ده الاسود. اسود وجنزاري وابيض. اه تمام. 24 قطعه بيجي لك في علبه مرفوعه، هوريك واحد برضه مغلف بعلبه اللي انت عاوزها. ايوه. ده 24 قطعه، 6 وست مصفاه، 6 جاتوه، و6 شرطه. ايوه. ده ب 1250 جنيه. عاملين عليه عرض لغايه اخر الشهر. ايوه. يعني لحد قبل رمضان ولا؟ لحد رمضان. لحد رمضان. لحد رمضان. الطعم ده ب 1250 جنيه. ب 850 جنيه. ما شاء الله، لا سعره جميل جدا برضو والله. تمام. ماشي. الكرتونة الطقم اللي احنا شفناها بتاع العشاء، اطقم العشاء اللي احنا شفناها جوه. 850 جنيه. 850 جنيه يا جماعه الطقم اللي انتوا شفتوه ده لعملاء قناه ساميه زين. تمام يا عم. ماشي. قطعه الكرتونة اهو. ايوه. ب 175 جنيه المفروض. لو مراه القناه ب 125 جنيه. تسلم يا رب، الله يبارك لك. الالوان بتاعتها هي ب 225 جنيه. مش كله بالالوان بتاعته يا جماعه، بيخش الفرن كل الحاجات دي. وعلى عين البوتاجاز من فوق. وعلى عين البوتاجاز من فوق كمان، ما شاء الله. وعلى عين البوتاجاز من فوق. ما شاء الله. الحاجات من هنا يا جماعه كلها ثقه باذن الله يعني. المجات هي بقى تشكيلتها بالوانها كلها. دي كلها المجات برضو اهي، بورسلين. اهو يا استاذ. ده اهو ده هو اللي صورت عليه النجمه. هو ده بيحصل ايه بقى؟ في سلسله عقبات زي كده تبقى بره 55 جنيه. ايوه. عندنا احنا 35 جنيه بس. جميله جدا والله. انا برضه ما شاء الله. فرن ميكرويف برضه. ما شاء الله جميله. ماشي. ماشي. ده الطعم اللي هو المكسب. دي الطواجن دي احنا شفناها بره. ده اللي صورناه. ده كله اللي احنا صورناهم بره، الطواجن اللي قدامكم دي، الالوان دي. تمام. المدور والمستطيل واللي انت شفته. ايوه. ابو 175. ايوه ابو 175. ايوه ده العملاء القناه. تمام. بعد كده فوق 50 جنيه عن اي حد. ربنا يبارك لك يا رب. تسلم. ماشي. شوف بقى في حاجه، دي البولات برده شفناها بره الاسعار بتاعتها. تقول لنا على البولات بقى. طيب. بص بقى. 35. 35 يا جماعه تبدا. بدل 45. 40. تمام. ايوه ايوه ماشي. بدل 50. تمام. 45 اللي هي النبوية خالص اهي. دي اسعارها 45 بدل 55. جميلة جدا والله. اسعار حلوة بصراحة والله. ده كل موديل بالالوان بتاعته. ايوه. ماشي. تمام. طب دي ايه يا عم؟ ده طاجن فرن عائلي. طاجن فرن عائلي، شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين ما شاء الله. حجمه كبير وغويط جدا من جوه. ده على فكره موجود منه كميه بسيطه يعني. يعني حتى نفذ الكميه بتاعته. ايوه. بكام يا عم الحاج ده؟ سعره ب 175 جنيه، لو عملها القناه بنص الثمن ب 275 جنيه. 275 جنيه الطاجن الكبير اللي انتم شايفينه ده. ما شاء الله. وكميه محدوده. 275 جنيه اخر كميه. جميل. جميل جدا والله ما شاء الله. تحفه. اسمه طاجن عائلي. طاجن عائلي. العلبه بتاعت صور، العلبه بتاعته بره اهي. ماشي.
ايوه اهي طاجن الناحيه الثانيه بقى. الطاجن العائلي اهو يا جماعه اللي فوق ده اللي انتوا شفتوه دلوقتي طاجن عائلي بكام انت قلت يا عم محمد؟ 275 جنيه لعملاء القناه، قناه ساميه دي. ماشي تمام. اتمنى تكون عروض البورصه لينا عجبتكم بكل اشكالها والوانها الجميله قدامكم دي، وباذن الله هتنزل حاجات جديده. انتظروا طبعا الجديد من عروض البورصه لين بمحل الحاج جوهر. محل الحاج جوهر ده فين يا جماعه؟ في العتبه، ما يتوهش جدا، في العتبه في سنتر درب سعاده خلف بنك مصر، محل جوهر رقم 7. تمام كده. وهم عاملين كمان خصومات جميله جدا لمتابعين قناه ساميه زين، فبس لايك واشتراك وتشاركوا الفيديو لكل اصدقائكم وحبايبكم علشان تعم الفايده للجميع. وبشكر كمان اداره المحل، بشكر الحاج عيد ومحمد، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.